تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بديوان الإمارة اليوم نسخة من كتاب مقابلة مع سفينة نوح، وهو سيرة ذاتية لرؤية 2030 السعودية الذي قدمه لسموه الكاتب أحمد بن عبد الرحمن العرفج. نشوف أيضا هذا الخبر ونرجع. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك نسخة من كتاب مقابلة مع سفينة نوح سيرة ذاتية لرؤية 2030 السعودية، والذي قدمه لسموه الكاتب أحمد العرفج. وشكر سمو أمير منطقة تبوك العرفج على هذا الإهداء متمنيا له التوفيق. ثلاث نقاط قبل ما نسمع تعليق الدكتور أحمد العرفج. الأولى أنه كل التحية والشكر والتقدير والاعتزاز بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، هذا الرجل الداعم للفكر وللثقافة وللكتابة وللرأي، يعني هذا الاستقبال وقبول هذا الإهداء والاهتمام بمثل هذه الأمور حقيقة إنها من المميزات الموجودة في مسيرة مضيئة كبيرة للأمير فهد بن سلطان، يشهد بها كل من تعامل مع هذا الرجل، كل من اقترب منه، كل من يطلع على الحراك الثقافي والتنموي والإبداعي الموجود في منطقة تبوك. فكل التحية والشكر والتقدير له وعلى هذه المساهمات وعلى صناعة يعني هذه الثقافة الجميلة اليوم في الاحتفاء بالكتاب والمبدعين. النقطة الثانية أنه من حقنا اليوم في ياهلة وفي ياهلة بالعرفج وبروتانة خليجية أنه نعتز بأستاذنا الدكتور أحمد العرفج، هذه الجولات الثقافية المعرفية الجميلة، يعني هذا الزخم في التأليف وفي الطباعة وفي الإهداء وفي الالتقاء بالمسؤولين وفي عرض ما لديه من معرفة ومن كتاب وثقافة، من الأشياء اللي تشعرنا بكثير من الاعتزاز وتعطينا الحق في أنه نلقي عليها الضوء اليوم. النقطة الثالثة وهي النقطة المهمة دائما وأبدا، كلما كثر الاحتفاء بمجتمع الكتابة، بمجتمع الرأي، بمجتمع الثقافة، بمجتمع الفكر، كلما عززنا أكثر من حضورنا الكبير على المشهد الثقافي. وأعتقد أننا نتفق جميعا تقريبا أننا نحيا اليوم في واحدة من أكثر مراحل الازدهار الثقافي في المملكة العربية السعودية. دكتور، رحلة كانت جميلة لتبوك، توجت بهذا اللقاء مع الأمير فهد بن سلطان، تعليقك. شوف يا أبو يحيى، الحقيقة أنا والله يمكن تعرفني منطلق اللسان بس خجلتوني بهالكلام. أنا أول شيء لازم أشكركم أنتم يا فريق هلا ويا هلا بالعرفج. أنا والله ما سعيت لوضع الخبر، أنتم حطيتوا، أنت بالذات أمس أصريت في رسالة تقول لي أحمد يجب أن نحتفي فيك، وأنا كنت معتذر، وتفاجأت اليوم حبيبنا أبو حماد عبد الواحد حط المقطع حق التلفزيون السعودي، الله يجزاكم خير. فأنا محرج منكم والله بهذا الكرم، وأنت تقول يعني لما رفضت أنا قلت لي أحمد حنا نحتفل بالناس كلها، يوم أنه شيء لك أنت ما نحتفل، لأنه أنا هذا برنامج للناس، بس هذا حسن ظن منك ومن فريق يا هلا ويا هلا بالعرفج اللي أشكرهم فردا فردا أنكم ألزمتوني وأجبرتوني على شيء، يعني ما أقول ما ودي فيه بس أنه ما أقدر أنا أحط شيء يخصني لأنه مهام الناس وأخبار الناس أولى، فشكرا لكم. هذا لا، وهو الفكرة في الموضوع أنه غير أنه هذا جزء من الاحتفاء، أنه هذا جزء من أخبار الحلقة، لأنه إحنا حنتحدث عن الكتاب، عن مضامين الكتاب، عن ما جاء في هذه الرحلة، وكلها من الأشياء اللي إحنا متعودين عليها في هلا بالعرفج إجمالا. صحيح، وأنا هذا اللي خلاني أقبل، أنه قلت فرصة لأقول ما في نفسي حول هذا الأمير الخلوق وأيضا حول أهل تبوك. أول شيء والكتاب طبعا سبق استعرضنا في هلا بالعرفج، ناس كثير يسألون، واليوم جتني اتصالات كثيرة يطلبون الكتاب. هو عبارة عن شرح وتبسيط وإعطاء الناس فكرة عن 2030 السعودية برؤية بسيطة تصلح لطالب الثانوي. خلينا أول شيء أتكلم لك عن سمو الأمير، نبدأ من يعني ما يخص الأمير يأتي في المقدمة. الأمير أنا أعرفه من سنوات طويلة، قبل 2015 بالضبط صرت تبوك وسلمت عليه، وكان الحقيقة من ذاك الوقت يقول لي ترى أنا أحمد أتابع يا هلا بالعرفج ومعجب في هذا البرنامج. فأنا قلت له ما دام أنك تحبني طال عمرك، أهل أملج كلفوني بطلب، يبغون أرض كبيرة يقيمون عليها منتدى أدبيا لأهل أملج، وجو أملج تعرف إداريا تابع لتبوك. قال ابشر يا أحمد، وكلم الأمين وأنا موجود، وخصصه في نفس الساعة ونشر الخبر أنا ذاك، أرض لأهل أملج تخصص لمنتدى أدبي. هذا أول معرفتي طبعا. أنا لما زرت تبوك هالمرة
يعني أعرف الأمير وأعرف مشاغله وأعرف. فأنا كلمت صديقك وصديقنا الجميل أبو فهد نواف العنزي وقلت له ترى أنا يعني أنا في تبوك، وإذا رأيت أنه مناسبة خمس دقائق من يسلم على الأمير. قال الأمير أمس وصل من السفر وتبشر يا أحمد بكرة كلمني. قال لي الساعة 12 الأمير ينتظرك. فأنا طبعا بتكلم عن الأمير فهد، يمكن في جوانب الناس ما يعرفونها. أول شيء أن الأمير مثقف وقارئ، وأنا أدري أنه ما يبغي نقول هالكلام بس حقوله، يملك مكتبة كبيرة جدا جدا جدا. اثنين أنه هو عنده جلسة إثنينية كل أسبوع، فيها جلسة في بيته في بعد العشاء، يجون الناس ساعة ويجلس معهم ويناقشهم ويعرف قضاياهم وتطرح قضايا ثقافية، بعد كذا يتعشون ويذهبون. ثالثا أنه لما زرته أنا كان معي الشاب البطل المستشار البراء بهكلي، فقلت طال عمرك هذا البراء من المعجبين فيك ودي يصور منك. قال أبدا يشرفني تصور معه. فالأمير بكل أبوة وبكل أدب وبكل تقدير قال له يا براء من أين تخرجت؟ قال له من جامعة الملك عبدالعزيز. قال له من أي قسم؟ قال من القانون. قال شد على يده ودعمه وقال له بالتوفيق والوطن ينتظر أمثالكم. أيضا لما ودعته وقابل أبو فهد العنزي مدير العلاقات قال له أحرص على أحمد، ترى أحمد غالي علينا. فأنا هالكلمة ذي طوقتني بالمعروف، ومن وجد الإحسان قيدا تقيده. خلينا نتكلم عن علاقة الأمير بتبوك. الأمير الله يحفظه وضع ثلاث جوائز سنويا، جائزة العطاء وجائزة التميز وجائزة المجال الزراعي، جائزة التفوق العلمي والتميز، وكل سنة تعلن بوكالات الأنباء وبالأخبار وبالصحف. هذه الجوائز الثلاث إيمانا منه بالتميز والعطاء والشجرة. شوف الثلاثة كيف، ترى ما في أنا حسب علمي في المناطق النواة جائزة بالثلاثة الأشياء، تجد بالتميز وتجد في الشجرة، منطقتين مختلفين. لكن الإيمان بالشجرة والإيمان بالعطاء والإيمان بالتفوق العلمي والتميز، هذه الثلاثة جوائز مع بعض. دعم المرأة، طبعا أنت بتقول لي الناس يمكن يقولون جامل، لا أنا ما جامل أعطي ألقاب. دعم المرأة، الدليل بدعم المرأة نقطتين بالأدلة. أول أمين لمجلس منطقة في السعودية تكون امرأة هو الدكتورة خالد الخميس، هذه ونشر عنها أنه ما في مناطق المملكة أمين عام مجلس منطقة اللي في تبوك. اثنين مقهى قروها اللي حنتكلم عنه في الفقرة، ثلاث مرات يفوز على التوالي كأحسن مقهى على مستوى المملكة في جائزة الشريك الأدبي، وأيضا الأمير داعمهم، والعام الماضي سلموا الجائزة اللي استلموها للأمير بصفته راعي الثقافة. نكمل أيضا دعم المثقفين والثقافة، واضح جدا على مثقفين تبوك، كل واحد من مثقفين تقعد معه يقول أنا قدمت كتابي للأمير والأمير قرأه والأمير أبدأ إعجابه، ولم يعني في نهضة ثقافية الحقيقة في تبوك لا يمكن أبدا يعني تخطئها العين. واضح أنه سببها أنه الأمير داعم قوي للثقافة. الاهتمام أيضا بالحدائق، أنا تعرف رجل مشاء، مشيت بتبوك تقريبا في يومين مشيت بست سبع جادات، في منتزه اسمه منتزه الأمير فهد بن سلطان، في ستة سبعة جادات للمشي ومشيت فيها. أنا كل اللي أسويه ترى أقول بنفسي، يعني أسويه بنفسي. أيضا وأنا أنتظره في وأنا بتسلم عليه كان يستقبل المواطنين. فأنا طبعا يمكن يزعل علي إني قلت هالسر، لكنه سر جميل. كان واحد مقدم وظيفة يبغى يشتغل في المدينة اللي هو فيها، فقال له الأمير، قال له العمل أنت تبحث عنه ما يبحث عنك، أغلب اللي عندي في الإمارة الموظفين أتوا من خارج تبوك، يجب أن تسعى إلى لقمة العيش، ديرتك اللي ترزق فيها وليس اللي ولدت فيها. فأنا عجبني طبعا أن سرقت هالكلام بالمجلس، يمكن كيف لقطته أثناء استقبال المواطن. أيضا خلينا نتكلم عن تبوك. تبوك مدينة رغم كثافة السكان إلا أنه ما فيها زحام، الثقافة يسودها الهدوء، يعني يمكن باليومين ما سمعت أحد ضربوري. أيضا الحدائق تملك المحل، الشوارع في منتهى النظافة، المجسمات، المولات، الهدوء العام. تعرف احنا نقول صدر شمالي دائما نضرب فيهم اهل الشمال، صدورهم وسيعه وطيبين، وفعلا هذا منعكس على تبوك انعكاس كبير طال عمرك. انا اقول انه تبوك انها تنمو مع كل مطلع شمس بسبب انه في فكر قيادي يقوده طبعا حكومه الرشيد، توجيهات الدوله، وامير قيادي ينفذ هذه التوجيهات.